اوكي، ما حكينا اذا الليجن راح تكون موجوده اكثر مكان في منطقه المغرب ليجيتس على جهه السكويمس بارت. زي ما حكينا انه ممكن يصير احنا في الجلاندلر ولا ميجلاندلر، ولكن اكثر مكان راح نشوفه في منطقه السكويمس بارت عند المغرب ليجيتس. هاي الليجن ممكن يصير لها اكستنشن باتجاه الفاندس، او ممكن طبعا ايضا راح نشوف بعض الليجنز موجوده في منطقه الدولينا. طبعا هاي الليجن خاصه منطقه السكويمس بارت في عند الجلاند عند المغرب ليجيتس ممكن تكون ديب انف تو ميك بليدنج. اما بالنسبه للدياجنوستس شافوا احسن طريقه لنشخص هاي الحاله اضافه للكلينيكال ساينس اللي حكيناها اللي هي انه نعمل احنا جاستروسكوبي. في طبعا الجاستروسكوب راح نشوف هون طبيعه الالسر الموجوده، قديش حجم الالسر الموجود، هل صار له اكستنشن من منطقه المارجو بليجيتس باتجاه الفاندس، هل هو هذا الالسر على يعني هل هو كان على شكل ايروجن فقط ولا كان موجود على شكل ولا فعلا في عندنا ألسريشن ولا صار في عندنا كومبليت بيرفوريشن. احنا فرقنا بين هاي الثلاث شغلات في بدايه المحاضره، اذا كان عندنا ايروجن هو فقط انسلاخ للميوكوزا، اما بنسميه احنا السرتيف ليجن لما يصير عندنا انسلاخ او بيرفوريشن لحد سب ميوكوزا، او سمينا احنا فول بيرفوريشن بيكون في عندنا destruction of full thickness of the wall of the stomach. اذا زي ما حكينا افضل طريقه للتشخيص هي بتساعدنا طبعا في التشخيص اضافه للعلامات السريريه اللي حكيناها انه طبعا نستخدم احنا هون الجاستروسكوب. حقيقة انه نعمل هون دودينوسكوبي شيء مش سهل، بدنا يكون بنت عالية، لهون في بعض الاحيان احنا بنعتمد انه هاي طبيعة الالسر الموجودة في منطقة البايلوس او الدودينوم هو نتيجة طبعا الريفلكس اوف انتستينال كونتنتس توورد ذا ستومك. طبعا هاي بحد ذاته رح تعمل لنا جاسترايتس. اذا بتتذكروا انه في المحاضرات السابقة حكينا احدى اسباب الاسفجايتس انه راح يصير عندنا ريفلكس للانتستينال اور gastric contents باتجاه الاسفاجس. وهون طبعا راح نشوف زي ما حكينا انه راح يصير في عندنا ريفلكس للدودينال كونتنتس من الدودينال باتجاه الاستومك. وهون طبعا هاي احدى العلامات السريريه اللي راح تساعدنا جدا في تشخيص الدودينال ألسر. اما اذا هون زي ما حكينا بنعتمد بشكل اساسي على وجود طبعا هون اللابروسكوب عفوا الجاستروسكوب بتساعدنا جدا في تشخيص هاي الحاله اضافه لاعراض سريريه. اما بالنسبه للعلاج طبعا عشان نفهم الباث فيسيولوجي اول شيء للجاستريك ألسر، وهي طبعا انتم اكيد اخذتوها في من خلال طبعا سواء في الفيسيولوجي او الباثولوجي. طبعا في عندنا احنا هون تو ويز لان الستمك تعمل لنا بروتكشن. هذا طبعا البروتكتيف فاكتور يعني اللي بيحمي الستمك من شغلتين. من شغله طبعا احنا بنسميها طبعا الانترنسيك فاكتور، وهي طبعا من بعض الاحماض اللي راح تكون موجوده في داخل الستمك اللي راح تكون على شكل طبعا يعني اهم اشكالها اللي هي الهيدروكلوريك اسيد او ممكن حتى الفايل سالت او طبعا شغلات اخرى ممكن طبعا راح تؤدي لنا الى طبعا افراز هذا الاسيد. طبعا هذا خاصه الاسيد راح يفرز من البرايتال سيلز. وايضا طبعا هون طبعا راح يكون في عندنا الميوكوزال بروتكشن لهي طبعا الاسيدز الموجوده. كذلك طبعا راح نشوف في بعض يعني الانترنسيك فاكتور اجينست ذا ألسريشن اللي هي طبعا اللي خلينا نحكي الانتستينال موفمنت. هاي طبعا راح تساعد في عدم حدوث او بقاء خلينا نحكي هل الاسيد لفتره طويله وتحريك الاكل بشكل مستمر راح تساعدنا جدا في عدم حدوث طبعا هذا الألسريشن. كذلك ممكن طبعا راح نشوف هون في عندنا الميوكوزا البروستاجلاندين اي 2، طبعا هاي من الشغلات ايضا راح تعمل راح تساعدنا في عدم حدوث طبعا الالسريشن. كذلك طبعا راح نشوف في عندنا بريزنس اوف انف بلاد موجود في الميكوزا تبعت الانتستن، ايضا من هاي من الشغلات اللي بتساعدنا في عدم حدوث الالسريشن. ليش عم بتكلم عن هاي الشغلات هلا؟ ولا هي شغلات طبعا هاي فيسيولوجي، ولكن هاي الشغلات بتساعدنا جدا في
انه نختار طرق العلاج للتخلص طبعا من هاي المشكله. رح نشوف طبعا معناته اذا من اهم طرق العلاج عشان نتخلص من هاي المشكله اني انا سمبلي استخدم H2 antagonist. هذا H2 antagonist اللي هو طبعا ممكن يكون على شكل سيميتيدين او ممكن يكون على شكل روميتيدين او فاموتيدين. وهي طبعا احنا بنسميه طبعا H2 antagonist او ممكن طبعا ممكن نستخدم ايش تاني بنسميه احنا البروتون بامب بلوكر. طبعا في البروتون بامب بلوكر هو بيعمل طبعا بلوكينج للسكريشن اوف H بلس خاصه في يعني بنحكي على البراتل سيلز ميمبرين. لو بيجي على اول واحدة لو بنحكي على H2 antagonist. في H2 antagonist زي ما حكينا في عدة طبعا اللي ممكن نستخدمها من اهمها زي ما حكينا السيميتيدين. السيميتيدين طبعا بنستخدمه هون في بطريقتين ممكن احنا نستخدمه في جرعة 20 ل 30 ملي جرام بير كيلو جرام بادي ويت every 8 hours بير اوس. اذا نستخدم 30 ل 40 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت كل 8 ساعات بالفم او ممكن نستخدمه على شكل انترفينوسلي اللي راح انه بنعطى بجرعة 6.6 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت انترفينوس every 6 hours. او ممكن نستخدم زي ما حكينا الرانيثيدين بجرعة طبعا بجرعة 6.6 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت بير اوس every 8 hours. او نستخدمه طبعا بجرعة 1.5 ل 2 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت انترفينوس every 6 hours. هذا بالنسبة للرانيثيدين. في الفاموتيدين ولو انه الفاموتيدين مش كثير بنستخدمه في الخيل ولكن ممكن طبعا هون نستخدمه في الخيل بجرعة 10 ل 20 ملي جرام بير كيلو جرام بير ويت بير داي يعني وانس ديلي. ولو انه طبعا هو مش كثير طبعا مستخدم في الخيل. طبعا استخدام هذا العلاج ما بيوم وليلة. طبعا هذا راح ياخذ وقت. عادة نعطي هذا العلاج احنا من 14 ل 21 يوم اذا كان في عندي complete ulceration. طبعا عشان يصير في عندنا full healing برضو ما بصير full healing ب 14 ل 21 يوم. عشان يصير في عندنا full healing بده من 30 ل 40 يوم ليصير في عندنا full healing. اذا اجيل عشان في هون ارقام كثيره راح نرد نعيدها ثاني مره زي ما حكينا. اذا عشان نعالج بنبلش اول شيء نستخدم H2 antagonist. ال H2 antagonist ممكن نستخدم هون السيميتيدين. وهون طبعا زي ما حكينا السيميتيدين بجرعة 20 ل 30 ملي جرام بير كيلو جرام بير ويت every 8 hours بير اوس. او 6.6 ملي جرام لكل كيلو جرام بير ويت intravenous every 6 hours. او ممكن نستخدم زي ما حكينا الرانيثيدين. هون بس هون نستخدمها بجرعة أقل بجرعة 6.6 ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت بير اوس every 8 hours. أو ممكن نستخدمها بجرعة 1.5 ل 2 ملي جرام بير كيلو جرام بادي ويت intravenous every 6 hours. أو ممكن نستخدم زي ما حكينا الفاموتيدين. ولو من الفاموتيدين طبعا مش كثير مستخدم في الخير ولكن ممكن تستخدم بجرعة 10 ل 20 ملي جرام بير كيلو جرام بادي ويت بير داي. هذه بالنسبة لل H2 antagonist. في عندنا زي ما حكينا الفقرة الثانية اللي حكينا فيها اللي سميناها البروتون بامب بلوكرز. البروتون بامب بلوكرز زي ما حكينا هو بيعمل بلوكينج للسكريشن اوف H بلس من البرايتال سيلز ميمبرين. الأول حكينا احنا هون بيخفف من إفراز خاصة الهيدروكلوريك أسيد من البرايتال سيلز. الثاني بيعمل احنا زي ما حكينا بلوكينج بلوكينج للسكريشن اوف H2 بلس فروم ذا برايتال سيلز ميمبرين. هو طبعا اهم مستخدم ممكن نستخدمه في اللي هو الاوميبرازول. الاوميبرازول طبعا في منه مستحضر تجاري اظن اسمه جاسوغارد موجود طبعا افايلبل كمستحضر بيطري موجود لعلاج حالات الجاسود ودن الالسر موجود بالسوق طبعا. وطبعا راح يكون الماده الفعاله في زي ما حكينا الاوميبرازول. هاي الاوميبرازول طبعا احنا عاده بنستخدمها بجرعه 4 ملي جرام كل كيلو جرام بادي ويت. عاده بنستخدمها مره كل 24 ساعه لمده 5 ايام.
وبعد طبعا 28 يوم لازم نرد نتبع ونشوف كيف طبعا وضع الجاسك بي اتش والى اخره. هذا بشكل بسيط جدا موضوع الجاسك والدم الالسن. ان شاء الله تكونوا تكون استفدتوا من هاي المحاضره. زي ما حكينا اذا عندكم اي تعليق ممكن طبعا على الجروب اللي عملناه على الفيسبوك ممكن طبعا تطلعوا هاي الاسئله راح اجاوبكم على هاي الاسئله. طبعا على امل طبعا راح نلاقيكم ان شاء الله قريبا في الجامعه بعد ما تمر هالبانيك او هالمشكله هاي. وان شاء الله طبعا نكون كلكم وانتم واهلكم بصحه جيده. اليوم كنت معكم من المكتبه في البيت بجوز مره ثانيه نكون موجودين في الحقل. بتمنى اشوف حالي مثلا من الحالات راح اشرح عليها في الحقل عشان اشرح لكم بشكل مباشر. ممكن برضه نحكي المحاضره من خلال المكتبه في العياده.